وصلنا إلى فقرة الاستضافة وضيفنا اليوم اليوتيوبر عبد الله الضبيبي. أهلا وسهلا فيك عبد الله معنا اليوم. أهلا فيك السلام عليكم. أهلا وسهلا فيك عبد الله. طبعا بالبداية نشي نتعرف عليك أكثر، فكيف تعرف عن نفسك؟ لو ذكرت في البداية عبد الله الضبيبي إنسان بسيط جدا، مكافح نوعا ما، أحاول إني أسعى لتطوير نفسي دائما. جميل. طيب عبد الله شخصيا، معلومات عنك شخصية. اوكي، عبد الله الضبيبي مواليد 97 من منطقه ناريمان حرس خيمه، في السعوديه حاليا. جميل. عبد الله، بدايه انت بدات اليوتيوب واحنا استضفناك كيوتيوبر، متى دخلت عالم اليوتيوب؟ نعم والله انا دخلت كنت من قبل 2016 خلف الكواليس انتج لاصدقاء ثانيين، ارسل لهم نصوص اطور امنتي. ثم بدات 2016 بدات انتج نفسي، يعني اطور نفسي لانه انا كثير يعني جدا انتج. جميل. كان بيجلس الواحد خلف الكواليس. طيب انت حسيت انك انت اخترت هذا المجال ولا وجدت نفسك فيه بالصدفه؟ لا اخترته من وانا صغير تقريبا، اخترت الاعلام بشكل عام بس مؤخرا اتجهت لليوتيوب. جميل. اول مقطع لك لو تذكر ايش كان موضوعه؟ نزلت في الشارع السعودي وسألت السعوديين عن اليمن، كانت ردود إيجابية جدا. كم حصلت مشاهدات؟ ممكن 600,000. جميل. طيب مواضيعك بشكل عام إيش هي؟ ترفيهية بشكل عام، أحاول إني أنزل شيء ترفيهي إنه الناس محتاجين هذه الأشياء. طيب مدى نشاطك في اليوتيوب، كل متى تنزل فيديو؟ ضعيف جدا بحكم انه انا اشتغل وما اقدر انه اوفق ما بين اليوتيوب والشغل، بس انه كل شهر ممكن انزل فيديو. طيب في بدايه الشخص في اي عمل يشتغله الشخص بدايه يتاثر باشخاص، بمن تاثرت من اليوتيوبرز؟ والله في كثير يوتيوبر، بس انه كنت اتابع دائما الناشط السعودي عمر فاروق، عفوا عمر عبد العزيز الزهراني. جميل. طيب أكثر مقطع انتشر لك، أنت قلت أول مقطع كانت المشاهدات 100,000، طيب أكثر مقطع انتشر لك إيش هو؟ لا المقطع الأول كان 600,000، أكثر مقطع انتشر لي حق اللبناني يتحدى يمني وصل 1,600,000 أو 1,500,000. واو. طيب إيش رأيك نروح نشوف مقطع من مقاطعك ونرجع نكمل معك؟ أوكي. اليوم يا جماعة احنا بنتكلم عن الأغاني اليمنية المسروقة اللي ما حد تكلم عنها والكل بيخطم من جنبها مدعمم ولا في حس منها. تم سرقة ما يقارب 200 لحن ما بين أغاني وأناشيد وأهازيج، حتى الزوامل ها ما خلونا نش حالنا. بالله اسمعوا ذي الزامل الإماراتي. عز عزك يا الإمارات الأبية يا بلادي. اسمعوا ماذا الحين الأصل. اخي انا فدالنا وفدال الزوامل حقنا، عاد هذا يهون نقول يلا واحد دهده وقال لي غني زامل. فريق الاعداد اصطد لكم حاجه جديده، شيله من الحان ابو بكر سالم. اسمعوا بالله. ليت حبك في الحشا عابر سبيل، كان قلبي طاعني بحكايله. ما علينا يا حبيبي ما علينا من كلام الناس. بس بالامانه صاحب هذا الشيء ده خطر جدا، لا كتب لا تراث ولا فلكلور ولا الحان فلان الفلاني، كتب بس اسم الشاعر والجرافيكس ومكان اللحن خلاه فاضي ودعمه ولا في حسه، قالوا يا هارب من الموت يا ملاقي، هربنا من الفنانين طلعوا لنا المشيلين. هذا فن 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 مسروق، هذا الناس تعبوا واجتهدوا وسهروا الليالي طلبوا العلا عشان يطلعوا هذا الالحان، ويجي لك واحد بكل سهوله هذا انت. عبد الله ايش اللي اضاف لك اليوتيوب والعمل كيوتيوبر؟ والله اضافات كثيره، اول شيء انه حاول عندك افكار حاول تطرحها، في لها فوائد كثيره اكيد، يعني علاقات، حتحاول انك تنتقل لمرحله ثانيه، يعني في عده اضافات. بالمقابل مقابل الاضافات هذه اكيد في سلبيات، ايش السلبيات اللي تاثرت عليك؟ سلبيات كثيره.
سلبيات كثيره جدا. اول شيء انه بتلاقي لك اعداء من لا شيء، تبقى انه عندك اعداء وعالم ما تعرفهم اعداء مجهزين لك السيوف اول ما تنزل عشان. فهذه من اكثر السلبيات اللي واجهتها توجه. الغريب كيف، طيب كيف تتواجههم؟ احاول انه ادعم، ما ركبت اي حد عادي يقول اصبروا لو كم عن الانسان مع الآراءهم هذا فعلاً أغلبها يعني سلبية. جميل. طيب لو تسمي لنا ثلاثة من صانعي المحتوى اليمنيين المؤثرين. ثلاثة يمنيين نقول عز الدين عارف، عبد الرحمن الزميلي، مازن السجار. جميل. طيب من وجهة نظرك إيش المعايير الأساسية لأي محتوى يوتيوبي ناجح؟ المعايير الأساسية إنه يكون في فكرة أو أفكار كويسة، وبعد الانتاج هو الاساس. انا بالنسبه لي الافكار. طيب المحتوى الشحيح ما ياثرش على نجاح اليوتيوبر؟ مثلا في الشهر الواحد فيديو واحد يعني ما يكفيش احس. الا ما يكفيش صح، وعندك حق حتى انه الجمهور يبدا يساعد يشوف انك تسجل او ما تسجلش يبدا يساعد. بس انه انا احاول الفتره هذه انه اتفجر خلاص اليوتيوب، اترك كل العمل اللي اشتغلها يمكن ان شاء الله فترة قادمه باذن الله. هذه الخطه اللي جايه لها بعد هذا الفتره كلها تقريبا ثلاث سنوات. كيف تقيم تجربتك في اليوتيوب؟ هو ما كانت ثلاث سنوات حتى اصح، بس انه ممكن سنتين. تجربتي كانت نوعا ما جيده. طيب برايك هل عدد المشاهدات لمقاطع اليوتيوب يعتبر معيار لنجاح صاحبها ومعيار لنجاح المحتوى؟ أكيد أكيد أكيد، هذا معيار الشخص وصل نجح، حتى لو كان المحتوى ما هوش بهذا القدر، بس إنه الشخص نجح يعني في زاوية معينة. طب أكثر عائق واجهك وكيف تغلبت عليه؟ أكثر عائق إنه الشغل اللي أنا أشتغله ما يخلينيش أنتج اليوتيوب، وتقريبا ما قدرت أتغلب عليه حتى الآن، بس أحاول إنه أتغلب عليه، هذا بالنسبة لي. طيب إذا كان لديك نصيحة لأي شخص يريد دخول عالم اليوتيوب إيش تقول له؟ والله نصيحتي إنك تبدأ من هذه اللحظة عادي، ما عندك معدات، ما عندك أي شيء ممكن تبدأ فيه، بس إنه ابدأ، صور بالجوال، حاول إنك تتحرك، تنطلق نحو اليوتيوب، وبعدين حتبدأ إنه تغير نظرتك نحو اليوتيوب، إنه مش لازم معدات ولازم يعني أشياء عشان تكون صانع قوي. عبد الله إيش اللي حققته في اليوتيوب لحد الآن؟ والله ما قد حققت شيء مرضي بالنسبه لي، احاول انه انزل الافكار اللي تطلع في راسي، ولحد الان مش راضي عن اللي قدمته. ما توقعت اني احقق حاجه بالحال او اني خططت لها من البدايه. طموحك عبد الله؟ طموحي انه اكون اكبر صانع محتوى عربي، يعني اقدم محتوى كويس. وبالنسبه لشغلك الاخر؟ والله شغلي الاخر انا طموحي اني اتوقف عنه، لانه حقيقه موجود على اليوتيوب. كيف خطتك في التوفيق بينهم؟ زي ما قلت لك سيئه جدا، دوام 12 ساعه في اليوم، بعدين لو ما تقدر انك تنتج لليوتيوب او تصرف من وقتك لليوتيوب. لو توقفت عن الشغل ممكن افتح اليوتيوب بطريقه صحيحه. اذا اشكرك جزيل الشكر عبد الله الضبيبي اليوتيوبر اليمني، شكرا جزيلا لك، اتمنى لك كل التوفيق. شكرا لك.